السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة إعادة التدوير والخياطة. فيديو جديد النهاردة، هنعمل لياقة مع بعض. هنظبط ازاي المسافات ما بينها وبين الرقبة. هنعمل كل حاجة مع بعض، بس ما تنسيش اللايك والشير علشان القناة تكبر، والاشتراك إذا سمحتوا. نبتدي على بركة الله. اهو متني مرة واحدة، فأنا هطبقه بالشكل ده. طبقه بالشكل ده، تمام. أنا عايزة المستطيل بتاعي هو مقاس اللياقة، هو مقاس الرقبة عفوا، هو المقاس ده من اول هنا اهو، من اول هنا للاخر خالص، تمام. هيطلع معايا 45، وهزود 2 سنتي للخياطة، فهيبقى 47. هيبقى 47، وهقسم المسافة بتاعتي بالنص، واحط المسافة بتاعتي اهي، واحط نقطة. عرض المستطيل بتاعي 10 سنتي، عرض المستطيل بتاعي 10 سنتي. هقول لكم ليه 10 سنتي، اهو شكل ده. والناحية التانية نفس الحكاية اهو، باخد مسافة بعرض المسطرة اللي هي 2 سنتي اهو، بالشكل ده كده. الخطوات سهلة جدا. 10 سنتي عرض اللياقة، مقاس مناسب جدا، مش ثابت لكن هو مقاس مناسب، علشان الكولة في الاخر يبقى 7 سنتي، يعني ده مقاس يعني لحد ما مناسب، تمام. عندي هنا عملت عرض المسطرة، وهي المنطقة اللي انتوا عارفينها في اللياقة، اللي هي بتبقى يعني ليها تانية كده، تمام، هتشوفوها في الخياطة. والمستطيل بتاعي بعرض الرقبة كله، هنقيس عرض الرقبة كله، تمام. مفيش حاجة هعملها غير خطوة واحدة بس، 2 سنتي اهي. نركز، قرب كده عبد الرحمن. 2 سنتي اهم اهم، بوصلهم بالنقطة دي اهي، وبالمسطرة عشان تديني شكل بوز حلو اهم. لو عايزة تطلعيها سيبنا بره، مفيش مشكلة. لو عايزة تعمليها كده برضو حلو جدا اهي، عشان متلخبطيش اهي، بس تمام اهي. نفس الحكاية دي كده زي ما هي. لو عايزة دي تديها دوران اهي، بس هنقص اللياقة. خلصت والله، شايفين كده؟ شوف اللياقة بتاعتي اخبارها ايه اهو، ايه عرفتوا بقى الجزء ده انهي جزء اهو، ده الجزء اللي احنا بنركبه في الاول، تمام. هنشوف دلوقتي الكلام ده على المكنة. انا بخيط اللياقة بتاعتي ايه، على 1 سنتي اللي احنا قلنا عليه، تمام. دلوقتي هعمل ايه؟ هفتح بقى الخط ده. لو عايزه تحطي فوزلين، بتقصي مع بعض اللياقه مع الفوزلين مع بعض عشان يجوا نفس المقاس. وانا مش بفضل الفوزلين قوي غير في القمصان الرجالي او في الحاجه الرجالي بس، يعني احب ان هي تكون ناعمه عاديه جدا للستات اهي، تمام. في هنا حاجه هعملها برضو، تفتيحات للخياطه بس بسيطه، مقربش ناحيه الخياطه علشان وانا بقلبها تكون مستريحه اهي. نقلب، هنيجي دلوقتي للتركيب اهو. بتاخدي الطرف ده كده اهو، بتخيطي. طيب لو انتي بتخيطي واتضح ان الرقبه فيها شويه طول عن اللياقه اللي انت عملتيها، اللياقه قصيره، تمام، هتعملي ايه؟ بسيطه جدا، تيجي قرب كل خياطه وتاخدي كسره صغيره. الكسره الصغيره دي كده، الكسره الصغيره بالشكل ده، مش اخد كسره بقى اروح مبهدله الدنيا، لا، كسره صغيره بمعنى اهي ايه، فما تبانش، مجرد ما اقفل اللياقه ما تبانش، تمام. طيب اللياقه طلعت كبيره، اللياقه كبيره معلش تتعبي وتاخديها ايه خياطه كمان، تقربي الخياطه لغايه ما تيجي نفس المقاس، تمام. بخيط بقى، بعد ما انا خيطت الجزء ده كده الخلفي، بجيب الامام عليه اهو، تانية صغيره مع التنظيف طبعا اهو،
وبخيط. كده انا عملتها، همشي بخياطة خارجية من فوق. ده للتمرين يا جماعة، همشي بخياطة خارجية من فوق. ده كده شكل اللياقة اهو زي ما انتوا شايفين اهو. اتمنى يكون الفيديو سهل وبسيط وتقدروا تعملوه بسهولة، ما يكونش في اي مشكلة مع اللياقة. منتظرة تعليقاتكم، ما تنسوش اللايك والشير عشان القناة تكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.